أنبياء الله جل وعلا هم أهل الكمال والتمام صلوات ربي وسلامه عليهم، وما من نبي إلا قد بعث على التمام والكمال. فالتمام في مروءته، في أخلاقه، في عقله، في رزانته. ولذلك لو لم ترد مواقف تفصيلية فإن نقطع أن أنبياء الله فيهم هذه التؤدة. وقد جاءتنا قصص في كتاب الله تعالى تدل على هذه التؤدة. هذا نبي الله يوسف يلقى في السجن ظلما وزورا وبالباطل لسنوات عديدة، وبعد ذلك يأتيه الملك لينادى ليخرج من هذا السجن، فيقول الرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. هذا الصبر ما الذي كان منه عليه الصلاة والسلام وعدم الاستعجال أشاد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو لبثت ما لبث أخي يوسف ثم دعيت لأجبت. وهذا منه عليه الصلاة والسلام على وجه التواضع، وإلا فنبي الله تعالى ما من صفة كمال في نبي من أنبياء الله إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل. ولذا قال بعض العلماء: حتى ما ذكر من الحسن والجمال في يوسف النبي صلى الله عليه وسلم فيه التمام والكمال من هذا الحسن. وهكذا من التؤدة، نبي الله يوسف لم يشأ أن يخرج مستعجلا عاجلا قبل أن تطوى تلك الصفحة، وأن تبرأ ساحته، وأن يطهر عرضه عليه الصلاة والسلام. هذا مثال للتؤدة وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار والخروج. نبي الله سليمان لما تفقد الطير قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الآن هذا الهدهد غائب، طيب هل بادر في عقوبته لما وصل؟ قال لا، قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بنبأ يقين أو بسلطان مبين. فجاءه الهدهد ولم يبادر ولم يعاجله بالعقوبة عليه الصلاة والسلام، بل إنه سأله يعني عما الذي أخره، فأخبره أنه قد أحاط بما لم يحط به نبي الله، وأنه وجد امرأة ملكة سبأ تعبد الشمس. فكان منه أنه صبر، لو أنه استعجل وقام بقتله أو تعذيبه قبل أن يستبصر منه بهذا هذا الخبر لكان أمرا ربما تحصل فيه الندامة. وهكذا يحصل لجملة من أنبياء الله جل وعلا من صبرهم وعدم استعجالهم. ولذلك لما عجل موسى مع الخاضر وسأله أسئلة، لأنه رأى ما لا يطيق، يقتل غلام، يخلق السفينة، الجدار يتركه وأقامه، وقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه جعلت موسى عليه الصلاة والسلام يعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لو أنه يعني صبر لقص الله لنا من نبأهم يعني خبرا وعجبا، لكن موسى استعجل. والذي يظهر لي والله أعلم أن استعجال موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن هنا عجلة مذمومة لعدم الأناة، إنما هي نفس الحر والأبي والنفس المؤمنة الكاملة لا تصبر إذا رأت منكرا. إنه والآن في صورة الأمر منكر، قاتل نفسا، فكان منه أن ينكر عليه هذا المنكر، خصوصا أن تفسيره غيب، يعني لم يكن، نعم، فكان منكرا في أصل الصورة. السفينة يقوم بخرقها، لكنه مع ذلك لو صبر لكان أكثر أيضا لنا من هذا الخبر ومن هذا القصص والعجب. فهذا جملة يعني مما حصل لأنبياء الله جل وعلا في توعدتهم، في صبرهم، في عدم مباغتتهم واستعجالهم في المعاقبة والعقوبة.